من جديد أهلا بكم في شعر. مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI يبدي تخوفه من تطبيق تيك توك نظراً لكونها منصة تدار بأياد صينية. مدير المكتب قال إنها لا تسير وفق القيم الأمريكية. ليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة تخوفاتها من تيك توك، ولا هي الدولة الوحيدة. فما المخاوف التي تثيرها تيك توك ولماذا؟ وما الفارق بينها وبين أي منصة أخرى؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الصراع؟ معنا اليوم من لندن خبير التحول الرقمي إياد بركات للإجابة عن أسئلتنا. إياد أهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج شعر. أهلا بك، أهلا بك. بالبداية، ما هي المخاطر التي ربما يسببها تيك توك للأمن القومي الأمريكي؟ ليس فقط تيك توك ولكن جميع تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي. أولا، هي تجمع كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين ويتم تخزينها في أماكن معينة، مثلا فيسبوك وتويتر يقوم بالتخزين في الولايات المتحدة. تيك توك في البداية كان يخزن هذه المعلومات في الصين وفي هونغ كونغ، ومثلا الاتحاد الأوروبي يريد من كل هذه الشركات أن لا تخرج بيانات المستخدمين خارج حدود الاتحاد الأوروبي. هذه قضية. القضية الثانية أن هذه المنصات تحتوي على خوارزميات أولا، ثانيا تحتوي على قرارات بشرية، يعني موظفين يمكنهم التحكم في الانتشار والتأثير والظهور لأنواع معينة من المحتوى ضد أنواع أخرى، لشخصيات ضد شخصيات أخرى، فبالتالي هم يصنعون القرارات بشكل غير مباشر، سواء كانت الاقتصادية، سواء كانت الاجتماعية، وفي الكثير من الأحيان السياسية. هذا ما أريد التحدث عنه. هل المخاوف الأمريكية المعلنة حقيقية أم أنه مجرد امتداد للصراع السياسي بين البلدين؟ هو امتداد للصراع السياسي بين البلدين، ولكن المخاوف هي مخاوف حقيقية ويجب أن تكون عند كل الدول والمجتمعات تقريبا. الاتحاد الأوروبي سباق في هذه المسائل، ليس فقط الولايات المتحدة، فهو يتهم مثلا الشركات الأمريكية وتيك توك في نفس الوقت. تيك توك طبعا هو مملوك من شركة صينية، ولكن بعد الضغوطات التي تعرض لها ومحاولة حظره قبل سنتين قاموا ببعض المقاربات بحيث أن المعلومات تخزن داخل الولايات المتحدة التي تتعلق بالمستخدمين من الولايات المتحدة، وثانيا أن يكون هناك فريق إدارة أمريكي تقريبا للفرع المتخصص بالولايات المتحدة. أيضا ألمانيا مثلا قبل سنوات من الولايات المتحدة قامت بالضغط على تيك توك لكي يعدل من نسخته وكيف تعمل داخل ألمانيا وكيف وما هي طبيعة المعلومات التي يتم نقلها من هواتف المستخدمين في ألمانيا إلى خارج حدود ألمانيا. فهذا هناك صراع سياسي واقتصادي، وأيضا وحول التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين من جهة، ولكن كل هذه المخاوف حقيقية. لنتذكر أن الصين نفسها تحظر أغلب تطبيقات التواصل الاجتماعي الأمريكية، تحظر استخدام فيسبوك، تضع عديد من القيود على حتى جوجل، وتحظر الكثير من تطبيقات جوجل وأيضا تويتر وتقريبا كل منصات التواصل الاجتماعي. فمن حق الولايات المتحدة أن ترد بالمثل على مثل هذه القرارات الصينية، ومن حقها أن تعبر عن أمنها القومي كما عبرت الصين في السابق، وتصر على موضوع أمنها القومي فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي. يعني هل تستطيع أمريكا أن تمنع تيك توك من أراضيها تقنيا وقانونيا؟ طبعا تستطيع. هي تستطيع أن تجبر مثلا شركة أبل على منع وجود هذا التطبيق داخل الأب ستور في الولايات المتحدة، وتستطيع أن تفعل نفس الشيء بالنسبة لجوجل أو كل الهواتف التي تستخدم نظام أندرويد، والكثير من الدول تقوم بهذه المسألة من فترة إلى أخرى. هناك حاليا صعود هائل للصين خصوصا في مجال الذكاء الصناعي والخوارزميات والتطبيقات، وتحتاج لبيانات ضخمة، ف
الولايات المتحدة تريد أن تكون هذه البيانات بحوزتها، لأنها تمكنها من ناحية التأثير السياسي والاقتصاد الحقيقي، وثانيا تسمح لها أو تسمح لشركاتها تطوير برامج ذكاء صناعي أكثر دقة وأفضل مما تقوم به الصين. هذه هي أرضية الصراع التي سنشهدها في ال15 سنوات القادمة وما بعد ذلك أيضا. من يتحكم في قواعد البيانات وكيف يستخدمها لكي يكون له الغلبة في الأمور الاقتصادية والسياسية والعسكرية طبعا. نعم، هل يمكن أن تشرح لنا الاختلاف عموما وليس في الخوارزميات بين تيك توك وباقي المنصات؟ يعني أولا تيك توك هو كان أول منصة يقدم فكرة الفيديو القصير، في حين أن كل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى يوتيوب وتويتر وفيسبوك وإنستغرام لم ينتبه لهذه المسألة، فكان هذا ابتكار مهم وأثبت أن هناك اهتمام عالمي كبير بموضوع الفيديوهات القصيرة، وأيضا هناك قدرة هائلة عند صناع المحتوى على استغلال هذا العدد القليل من الدقائق لتقديم محتوى ممتاز عليه إقبال عالي، والجميع يحاول الآن تقليد تيك توك، هذا من جهة. ولكن أيضا وهذا باعتراف فيسبوك ومارك زوكربيرغ وآخرون، أن الخوارزميات تيك توك كانت أكثر ذكاء مما هو عليه في فيسبوك. فيسبوك خوارزمياته كانت بالبداية كلها موجهة لصالح الإعلانات وأمور أخرى، في حين أن تيك توك الخوارزميات مصممة بشكل جدا، لا أريد أن أستخدم كلمة رائع لأنها مضرة، هي كانت لزيادة الإدمان على استخدام هذه المنصة، وهذا ما نلاحظه مع الكثير من المستخدمين سواء كانوا من الشباب أو غير الشباب، هناك إدمان أعلى على استخدام منصة تيك توك مقارنة بالمنصات الأخرى. هذا هو الفرق الأساسي. الفرق الثالث والرئيسي أيضا هو من يملك هذه الشركة طبعا، وأن ليس فقط فيما يتعلق بكيف هل سيحصل على البيانات وهل سيستطيع التأثير بالمجتمعات، ولكن الشركة المالكة لتيك توك ساندانس هي ربما سوف تستطيع في خلال سنوات قليلة إن لم يتم لجمها من قبل الأوروبيين وأسواق أخرى من أن تقدم خيارات أفضل حتى من جوجل في مجال البحث ومن فيسبوك وغيره من الشركات في مجال الإعلان والابتكار، خصوصا فيما يتعلق بموضوع الميتافيرس الذي نسمع عنه كثيرا. نعم، ليست أمريكا وحدها التي أعلنت تخوفها من تيك توك، هناك العديد من الدول التي طالبت سابقا بحظره. لماذا يمثل تيك توك خطرا في رأي الجميع؟ المسألة الأساسية هي من يقف وراء تيك توك. مثلا الهند كانت من الدول الأولى التي منعت تيك توك، والسبب الأساسي أن هناك منافسة حقيقية اقتصادية وسياسية وعسكرية بين الهند والصين، هذا يعرفه الجميع. فالكثير من الدول تتخوف من هذه المسألة، خصوصا مرة أخرى التفوق المتسارع الكبير الذي تقدمه الصين في مجال الذكاء الصناعي. من يسبق في السنوات القادمة سوف يستطيع تأمين مستقبله الاقتصادي والعسكري لفترة طويلة، والصراع الآن حول هذه المسألة، حول هذه يعني الساحة من التحول الرقمي. نعم، من لندن كنت معنا خبير التحول الرقمي إياد بركات، شكرا جزيلا لك.